دمار المنازل جراء القصف المستمر على أحياء المدنيين في مدينة الرستان، دمار حي بالكامل نتيجة القصف الهمجي على منازل المدنيين في مدينة الرستان. استهداف منازل المدنيين بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة. الله أكبر عليك يا بشار. هذا الحي خالي بالكامل من السكان نتيجة تعرضه للقصف. هذا ما نراه في مدينة الرستان وكثير من هذه المشاهد المتكررة في أحياء هذه المدينة المنكوبة. دمار كامل ومنازل غير صالحة للسكن نتيجة تعرضها للقصف المدفعي والهمجي من قبل عصابات الأسد. مدينة الرستان 6/2/2013. خلو هذا الحي بالكامل من السكان ونزوحهم نتيجة القصف المستمر على مدينة الرستان وعلى منازل المدنيين في هذه المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل.